عاجل جدا، تعرف على مواصفات سلاح الجيش المصري الفتاك الجديد وبيان ناري من وزير الخارجية ضد سد النهضة سنتصدى له. وعاجل سامح شكري يكشف سر خطير عن سد النهضة. وعاجل تعرف على مليارات الدولارات واردات إلى مصر من أكبر 5 دول. ومصر تصدر بيانا شديد اللهجة حول انفجار العراق، ننشر لحضراتكم التفاصيل. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. كل عام وانتم بألف خير ورمضان كريم عليكم، وصلوا على الحبيب محمد. نبدأ وانشر لحضراتكم أول خبر عاجل جدا، تعرف على مواصفات سلاح الجيش المصري الفتاك الجديد. أعلنت القوات المسلحة المصرية وصول الفرقاطة برنيس من طراز فريم بريجماني لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية بعد بنائها في شركة فينكانتيري الإيطالية. وتعد الفرقاطة برنيس الثانية من نوعها في الجيش المصري التي تنضم لأسطول القوات البحرية المصرية بعد انضمام فرقاطة الجلالة، واللتان تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا. وفريم بريجماني في الأصل هي فرقاطة خاصة بمشروع فرنسي إيطالي مشترك بين شركتي نافال جروب وفينكانتيري لبناء فرقاطة ثقيلة متعددة المهام. وتتمتع الفرقاطة التي حصلت عليها مصر برادار مسح جوي وتحكم وتوجيه نيراني ثقيل بعيد المدى من طراز كرونوس جراند نافال، يتميز بكونه ذا مصفومة إزاحة الطور النشط ومداه البالغ 300 كيلومتر، وقدرته على تتبع 300 هدف في آن واحد، مع قدرة توجيه صواريخ الدفاع الجوي بعيدة المدى أستر 30، ويستطيع القيام بالتتبع المتعدد لصالح 16 صاروخ أستر ضد الهجوم الصاروخي الكثيف، وهو أقوى رادار تملكه الفريم، بل وأقوى من رادار النسخة الفرنسية نفسها. وتمتلك الفرقاطة منظومة إدارة المعارك المتطورة جدا أثينا، التي تدمج كافة المهام المطلوبة للمسح والرصد، إدارة الصور التكتيكية للمعارك، دعم الملاحة، تقييم الخطر ومهام الأسلحة، إدارة أنظمة التسليح، تخطيط المهام، وصلات البيانات التكتيكية المتعددة والتدريب. ويتم ذلك من خلال تحكمها في كافة الرادارات والمستشعرات الكهروبصرية الحرارية والسونار وأنظمة التسليح والقتال لإدارة العمليات وأعمال القيادة والسيطرة والتنسيق مع باقي القطع البحرية وكافة المنصات القتالية الصديقة. وتمتلك الفرقاطة قدرة كبيرة على الدفاع الجوي الفائق، متمثل في 16 خلية إطلاق عمودي مزودة بصاروخ أستر 15 متوسط المدى البالغ مدى 30 كيلومتر، وبصواريخ أستر 30 بعيدة المدى البالغة مداها فوق 120 كيلومتر، وهي مضادة أيضا لكافة التهديدات الجوية، إلى جانب أنها قادرة على اعتراض الصواريخ البالستية المطلقة من مسافة 1500 كيلومتر. وتتزود الفرقاطة أيضا بمدفعين عيار 25 ملي يعملان بالتحكم عن بعد للتصدي للتهديدات والعائمات السريعة المقتربة. المصدر معانا كان من RT. ألف مبروك للجيش المصري. ويعني هذه الفرقاطة زي ما ذكرت مواصفاتها، يعني فرقاطة مميزة وجميلة جدا، وشيء مشرف أن القوات البحرية تمتلك مثل هذا السلاح. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا ندخل على الخبر التالي. تعالوا نشوف خبر آخر مع بعض، وبيان ناري من وزير الخارجية ضد سد النهضة سنتصدى له. وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن مصر ستواصل الانخراط في مفاوضات سد النهضة لحل الأزمة رغم التعنت الإثيوبي. ووزير الخارجية المصري أضاف خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب أن عدم نجاح مفاوضات كينشاسا يرجع إلى وجود قدر عالي من التعنت في الاتفاق
الملزم لسد النهضة. وسامح شكري أوضح وقال إن الجهود التي بذلت لم تأتي بما كنا نتوقعه، وندعو لتناول الأمر وفق القانون الدولي وتنظيم القضية بشكل تحقق به الدول مصلحتها وتقلل أي أضرار على دولتي المصب. وزير الخارجية المصري تابع وقال المشاورات لم تصل لنتيجة حتى الآن، وتسعى لتدعيم دور المراقبين للمفاوضين سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة لوضع حلول القضايا الفنية، ولم يتيسر الأمر في كينشاسا. ولفت إلى أن هناك نية لاستمرار التشاور رغم التعنت الإثيوبي، ونلجأ للمجتمع الدولي ونحمله المسؤولية في هذا الشأن، والأعمال الأحادية لها أثر ضار على دولة المصب. وزير الخارجية المصري قال برضو لو وقع ضرر هنا كل أجهزة الدولة تسعى للتصدي له وإزالة أي آثار له وكل الإمكانيات، مشيرا إلى أن الضرر المحتمل سيكون كبيرا في السودان ولا نرتضيه. وحول الأضرار التي قد تتعرض لها مصر، قال وزير الخارجية التقييم الفني يؤكد أنه لن يقع ضرر بسبب الملء الثاني، ولكن التقييم الدقيق يكون على أرض الواقع، وأجهزة الدولة ترصد ذلك بشكل يومي، فهي قضية وجودية لمستقبل الشعب المصري لا تهاون فيها، والتعامل معها بكل جدية والتزام. وردا على سؤال رئيس اللجنة للشؤون الإفريقية حول نية إثيوبيا إقامة سدود أخرى، قال وزير الخارجية لديهم مشروعات للسدود على النيل الأزرق، وهذه الأمور يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي لتكون مثالا يحتذى به في كل السدود اللاحقة دون إثقال على الجانب الإثيوبي وبما لا يضر بدول المصب، في إطار قواعد الأنهار العابرة للحدود وعدم الإضرار الجسيم وعدم تجاوزه. وزير الخارجية المصري قال برضو من حق الدولة المتضررة أن تحافظ على حقوقها وحقوق شعبها، وأي سدود لأنهار عابرة للحدود يجب أن تخضع للدراسات الإنشائية والتأثير البيئي، خاصة التأثير على الدول المصب بخلاف دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية وعدم الإضرار بالدول الأخرى. وأضاف لم تتم موافاة الجانب المصري والسوداني بالدراسات الكافية التي يتطلبها بناء السد. المصدر معانا كان من صحيفة نصراوي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تعالوا ننتقل لخبر آخر من سامح شكري برضو، بس كان لازم أفصل ما بين الخبر ده والخبر ده لأن هذا الخبر مهم. الوزير سامح شكري يكشف سر خطير عن سد النهضة. كشف الوزير سامح شكري وزير الخارجية عن تفاصيل جديدة فيما يخص مفاوضات سد النهضة، وأكد أنه لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة الإثيوبي، إنما هناك شراكات تقوم بذلك. وأشار إلى أنه لا يوجد دول تمول سد النهضة بشكل مباشر، وكل شركائنا الدوليين يرون أن مشروع سد النهضة محل خلاف بين الدول الثلاث، لذلك تتجنب الانخراط في أزمة تمويل السد. يعني أنا أرى أن هنا في إشارة لدولة الإمارات، لأن تم اتهامها من قبل بأنها بتمول يعني سد النهضة، وكنا مستعجبين إزاي دولة زي الإمارات، دولة حليفة جدا لمصر، تقوم بهذا الأمر. والوزير سامح شكري وضح هذا الأمر، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبالي، اجتماعا بحضور الدكتور سامح شكري. وقال شكري لا نعيش في عالم مثالي وكل شيء مرهون بسياسات دول، وأكد أن مصر سياستها واضحة بشأن سد النهضة، وكذلك سياسات مصر تجاه دول أفريقيا موضوعة ضمن خطط وأولويات. ولفت إلى أن العديد من الأشقاء الأفارقة يتطلعون لزيادة التعاون مع مصر، وذلك بعد القطيعة التي شهدتها بسبب محاولة اغتيال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في أديس أبابا، وأكد أن هناك تركيزا وحرصا من الرئيس السيسي لتفعيل العلاقات المصرية مع إفريقيا بدليل حرصه على حضور كل القمم الأفريقية منذ 2014. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الأمر. يعني رسميا تم الرد على موضوع تمويل الإمارات لسد النهضة من جانب مسؤول كبير بالدولة هو
وزير الخارجية سامح شكري. خبر آخر بنقله لحضراتكم، مصر تصدر بيانا شديد اللهجة حول انفجار العراق، ودانت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق الشعبية بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد، مما توفى عدد من المدنيين وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية المصرية وقوفها إلى جانب العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تستهدف النيل من استقراره وأمنه وسلامة مواطنيه. وتابعت مصر حكومة وشعبا تعرب عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. المصدر معنا كان من RT، يعني ربنا يكون في عون العراق ويرجعها إن شاء الله من الدول العظمى. خبر آخر وتعليق مصري، مصر تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتؤكد دعمها للمملكة. أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار جماعة أنصار الله الحوثية في هجماتها ضد الأراضي السعودية المدعومة من إيران الشيعية. وجاء البيان المصري بعد إعلان التحالف العربي اعتراض الدفاعات الجوية السعودية عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة بدون طيار التي أطلقها الحوثيون صوب المناطق المدنية بمدينة جازان السعودية. وجددت مصر في البيان تأكيدها على رفضها الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التي تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين، وذلك على الرغم من الجهود السعودية الحثيثة والصادقة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية الممتدة. كما أكدت مصر موقفها الثابت من دعم المملكة وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. المصدر معانا كان من RT. ربنا يستر على السعودية وأهل السعودية بإذن الله ويبعدهم عن أي أذى. خبر آخر مع بعض وعاجل، تعرف على مليارات الدولارات واردات مصر من أكبر 5 دول. أظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن واردات مصر من أكبر 5 دول سجلت تراجعا إلى نحو 2.4 مليار دولار مطلع عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال العام السابق. ولفت التقرير إلى أن الصين جاءت في المرتبة الأولى بين الدول التي تستورد منها مصر بقيمة 887.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بانخفاض بلغ 18.1%. وجاءت في المرتبة لاحقة أمريكا، وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة، وروسيا في المرتبة الرابعة، وألمانيا في المرتبة الخامسة. يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار ل 69.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة ذاتها. المصدر معنا كان من صحيفة الدستور ومنتظر رأي حضراتكم وتعليقكم على الأخبار، وعاوز أعرف من حضراتكم إيه أكتر خبر يعني شد انتباهكم في الأخبار اللي نشرتها لحضراتكم. وجينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.